سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، السادة الحضور، لقد عملنا على مدار 3 شهور متواصلة لتصنيف المكاتب الاستشارية وتقييمها وفقا لنظام تصنيف النجوم المعتمد من قبل الدائرة وبجهود داخلية من اللجان المختصة. فاليوم عيوننا تتجه نحو تحقيق الأفضل من خلال تعزيز المنافسة بين المكاتب الاستشارية وتقدير الأفضل وإتاحة المجال للمتعامل لاختيار المناسب. برنامج تصنيف النجوم هو نظام التقييم حسب تصنيف النجوم والذي اعتمدته الدائرة. يهدف البرنامج لتعزيز كفاءة أداء المكاتب الاستشارية في الإمارة وتشجيع المكاتب على التفوق الهندسي. فالتصنيف يعد طريقة ابتكارية للتمييز بين المكاتب الاستشارية المرخصة على نفس الفئة، بالإضافة لدوره الفعال في إطلاع الجمهور على تصنيف المكاتب الاستشارية عن النجوم والتمييز بين المكاتب ذات الكفاءة. ويتم تقييم المكاتب الاستشارية بناء على معايير التقييم التي اعتمدت ووردت في الأمر المحلي الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة. اليوم نتائج التقييم النهائي نضعها بين يدي الجميع، فمعا وسويا نمضي نحو رفعة الإمارة. مرحبا بكم من جديد. لقد آمنا أننا نعمل سويا لرفعة الإمارة والارتقاء بها في كافة المجالات، فرأينا من يسير قدما بلا توقف لتحقيق الأهداف المنشودة، فكان لزاما علينا أن نقدر من يستحق، فالنجوم تليق بالمتفوقين. والآن يشرفني دعوة راعي الحفلة سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويرافقه سعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة للمنصة لتكريم المكاتب الحاصلة على تقدير 5 نجوم و4 نجوم.